اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانية والفقره الحواريه الاولى من برنامج الاهلي ليله اللي بيشرفني فيها الكاتب الصحفي والناقد الرياضي الاستاذ احمد عويس. ابو حميد اهلا بيك منور الدنيا. ربنا يخليك يا محمد واهلا بيك واهلا مشاهدي قناه النادي الاهلي. طبعا في البدايه محتاجين نتكلم في حاجات كتيره. عندنا ماتش الاهلي والهلال او الهلال والاهلي في بطوله افريقيا، هنتكلم عن الفار، هنتكلم على مباراه السوبر بين الاهلي والزمالك لان في اخبار النهارده اتحاد الكره اعلنها. لكن طبعا في البدايه انت عندك واجب تعزيه عايز تقوله طبعا لاسره الحقيقه. انا امبارح كنت في زور تلفزيوني بس ما رضيتش اعزي في الصديق العزيز والاخ الاكبر الحاج عماد محروس عمده الاهلاويه وكبير مشجعي النادي الاهلي في الامارات. حبيت ان انا التعزيه اوجهها للحاج عماد هنا من قناه النادي الاهلي من بيته، لانه الحقيقه كلنا عرفنا الحاج عماد عن طريق النادي الاهلي حقيقي. يعني كلنا عرفناه، هو راجل محب ومشجع والحقيقه يعني كل اطار معرفتنا كانت بسبب النادي، بدات بالنادي الاهلي وبعد كده بقى في بقى حوارات طويله وصداقات كبيره جدا. والحقيقه حقيقي. انه الراجل ده كان محب للنادي الاهلي بصوره مرعبه. يعني انت لو فريق 11 سنه راح لعب في دبي كان الحاج عماد بيستقبله في المطار وبيروح يقعد مع الفرقه، والدخلات بتاعه ماتش السوبر كان هو اللي بيتولى مسؤوليتها. الحقيقه يعني انا بعزي نفسي مش بعزي اسره الحاج عماد محروس، انا بعزي نفسي وبعزي جماهير الاهلي والناس كلها في شخص الحقيقه قليل انه يتكرر، والحقيقه يعني فقدناه في ظروف اليمه. فاتمنى انه ربنا يلهم اهله الصبر والسلوان يا رب، وبنعزي نفسنا فيه. واتمنى انه وان شاء الله يعني على حد علمي ان شاء الله في ماتش السوبر يا رب هتبقى فيه حاجه، لازم تبقى جماهير النادي الاهلي هناك اللي هو العمده بتاعهم هيعملوا له حاجه كبيره قوي ان شاء الله. وحقه علينا وحقه علينا ان احنا كمان نشكره دايما في قناه الاهلي لانه هو كان دايما وقته كله لصالح الحقيقه. انا عرفت الحاج عماد عن طريق النادي الاهلي، اصدقائنا بالكامل عرفوا الحاج عماد عن طريق النادي الاهلي. يعني انا احكي لك موقف يمكن سريعا كده. السنه اللي فاتت والكابتن وامير توفيق يشهد على ده، انا كنت في دبي فعرفت ان امير موجود في العين بمضى مع حسين الشحات. فكلمت امير قال انا في العين وماشي الصبح، فقلت له خلاص هاجي لك. وانا كانت اقامتي في ابو ظبي، يعني الاوتيل اللي انا كنت قاعد فيه كان في ابو ظبي وانا كنت في دبي. فالحاج عماد قابلني، هو مقيم في دبي، الحاج عماد قابلني في دبي، رحنا لامير توفيق العين، مسافه كبيره على فكره، وبعدين رجعني من العين ابو ظبي، وبعدين رجع من ابو ظبي لدبي. كل ده عشان نبارك لامير توفيق ونقول له مبروك ان الاهلي ضم حسين الشحات. فالحقيقه هو الحقيقه شخص يستحق جميل ان احنا نقعد نحكي عنه كتير قوي. وهي الشخصيات الجميله دايما يعني بنفقدها بسرعه صح للاسف. طيب نبدا نتكلم بقى على مباراه الهلال والاهلي، وانا عايز ابدا كده على طول مباشره في الحدث اللي الكل مهتم بيه خلال الساعات الاخيره بعد مباراه النجم الساحلي، وخلاص تحدد الشكل النهائي للمجموعه اللي هيتاهل منها للمرحله الجايه. اولا المباراه مش هتكلم في تفاصيل فنيه، لكن هتكلم في الاجواء العامه، الاجواء الاعلاميه، التاثير الاعلامي، الدور الاعلامي كمان في الفتره دي من النهارده لغايه يوم السبت اللي جاي. ايه المفروض يتعمل؟ انا شايف حاله انفلات انا يعني اول مره اشوفها من الجماهير السودانيه، مش عارف ليه يعني اول بعض اول بعض عشان برضه ما نجمعش صح. برافو يا محمد. يعني الحقيقه انفلات بدون مبرر، هي مباراه كره قدم، احنا لعبنا مع الهلال قبل كده ماتشات كتيره جدا رحنا او جينا ما بنتاثرش. يعني هل بسبب ان المباراه مصيريه جدا للفريقين اللي هيكسب يدخل، هل انه الهلال كان بعد ما كان بعيد قوي فقرب فشايف انه المباراه بالنسبه له حياه او موت فمحتاج هل شايف انه جو الارهاب اللي بيحصل ده هياثر على لعيبه الاهلي؟ اعتقد ان لعيبه الاهلي مش هتتاثر بده، واعتقد ان المفروض الاتحاد الافريقي هيتدخل لحمايه الفريق النادي الاهلي لو حصل تجاوزات. واعتقد ان رساله السفير النهارده مطمئنه تماما، واعتقد ان قرار تولي الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي رئاسه البعثه هو قرار صائب مليون في الميه، لانه بيدي طمأنينة لعيبه الفريق انه رئيس النادي معاكو، انا معاكو في نفس المركب ورايح وزي ما بيقولوا ايه اللي هيحصل لكم هيحصل لي. فالحقيقه ده جزء كبير، يعني جزء منه امان للعيبه ان معاهم كابتن محمود الخطيب بقيمته واسمه. واعتقد انه في خلال 48 ساعه اللي جايين الاجواء هتهدى شويه، لان الكبار اتدخلوا والموضوع اتلحق. الاخبار جايه من السودان بتقول الموضوع اتلحق. الموضوع اتلحق لان اي حد صغير او اي واحد والحقيقه انه امبارح لو الموضوع ما اتلحقش والضغوط حصلت من بدري الحقيقه كان الموضوع كنا وصلنا لنفس اللي حصل في مباراه تونس او الجزائر لانه كالعاده بعض الصفحات الموتوره وبعض الناس على السوشيال ميديا والحقيقه انه الحمد لله انه في بعض الناس ما عندهاش برامج، لان لو بعض الناس دول عندهم برامج
كانوا خربوا الدنيا. الحمد لله ان هم دلوقتي تحت السيطره وتحت اطار مؤسسه محترمه فماشيين في اطار كويس. الناس دي لو كانت موجوده على الهواء برضه كانت عملت مشاكل كتير. فالحقيقه اعتقد انه ده كان ساعد بجزء كبير جدا ان الموضوع اتلم. تحرك النادي الاهلي، تحرك السفير المصري، النادي الاهلي امبارح تحرك على مستوى عالي مع قيادات الاتحاد الافريقي، مع رئيس الكاف ومع المهندس انا بوريدا. والحقيقه اعتقد انه كان في رد فعل بسرعه للي حصل. وهي في النهايه مباراه 90 دقيقه بالظبط، وهتتكرر مره واثنين وثلاثه وعشره سواء انا هناك او الهلال هنا، انا هناك او النجم الساحلي هنا. يعني خلاص هو ماتش كوره هيعدي، ماتش كوره. واللي هيفضل لان احنا مصر والسودان الحقيقه كانوا بلد واحده لحد في الخمسينات يعني. فالحقيقه شطري وادي النيل بالظبط. فاعتقد انه الماتش هيعدي ان شاء الله على خير، وباذن الله الاهلي هيصعد ويتاهل لدور الثمانيه وندخل بقى في اللوك اوت اللي هو كلام تاني خالص، مفهوش هزار. كلام تاني خالص وتفاصيل تانيه هنتكلم فيها وقتها. وبرده انا برده عشان انا شايف كلام كتير قوي برده من اول ما الاهلي اتعادل مع بلاتينيوم، وانا شايف انه اصله الاهلي لو كسب اصل الحقيقه انه حتى لو الاهلي كسب بلاتينيوم فرق الاهداف المواجهات المباشره كانت هي اللي هتفرق. المواجهات المباشره هي اللي هتفرق، والبلاتينيوم بره الموضوع. انت عندك فرصك لازم تتعادل، يعني لازم تتعادل ان كل الفرق كسبت بعضها على ارضها وبره ارضها. فانت لو تعادل لازم تاخد نقطه حتى في المواجهات المباشره. لو احنا كسبنا بلاتينيوم طلع يستبعدوا نتائج بلاتينيوم اصلا خالص، وهتدخل مواجهات مباشره انت مش في مصلحتك الثلاث مواجهات مع لانك ما كسبتش النجم 2-0، ما كسبتش النجم 2-0 في جون دخل مرماك من الهلال فالموضوع كان صعب جدا. فاعتقد نطلع ماتش بلاتينيوم عشان بس ايه مش هيأثر، ما نقعدش نضغط على اللعيبه بدون سبب. واعتقد انه اللعيبه المفروض ان هي عارفه المهمه الملقاه على عاتقها، لانه ماتش صعب. واتمنى انه يعدي على خير باذن الله ونكمل بقى، لانه اعتقد انها تبقى نقطه فارقه في مشوار الاهلي السنه دي، لان طبعا الفريق مش حمل انه يحصل دروب بدري قوي كده. ماشي كويس، هو ماشي كويس. طيب تاكيدا لكلامك، اللي عمل دروب او عمل ازمه في المجموعه فوز الهلال على النجم فرادس، وفوز النجم على الهلال في السودان، وخساره الاهلي في البدايه الغير منطقيه. هم الثلاث ماتشات دول اللي عملوا الازمه دي كلها. ما انا ثلاث ماتشات من اربعه انت بنلعبهم مع بعض، ما برضو الموضوع بس انا بعتبر فوز الهلال على النجم في تونس هو اللي كان مفاجاه، يعني هو اللي عمل الشكل ده في صحيح المجموعة. صحيح هو صحيح. ده اللي عمل الازمه في المجموعه صحيح. ما هو الهلال كسب النجم في تونس وقلنا خلاص، وكان متقدم في السودان 1-0 فكان خلاص، يعني كان الموضوع خلاص. وانا بقى يكسب في السودان فكده الموضوع يخلص، كده الموضوع خلص. فلا خسر 2-1 والموضوع تعقد اكتر. يعني كل المجموعات اتحسمت ما عدا هذه المجموعه، ده ان ده اللي بيدل على قوه المجموعه ولا على ضعف المجموعات الاخرى؟ لا، المجموعات الاخرى كل المجموعات كان فيها فرقتين، في مجموعه بس كانت قويه شويه وبعدين يعني خلصت بدري برضه. انما كل الفرق المعروف الفرقتين اللي فوق اقوياء جدا، واللي تحت مستواهم قليل. الزمالك مجموعه الزمالك 8 نقط و10 و11 نقط، 8 الزمالك متاهل ومازيمبي 11، والفرقتين التانيين 3 و3 يعني ما لم لا, لا يوجد فوق، يعني الفرقتين ما حققوش فوز أصلاً. والزمالك لم يحقق فوز على المنافس المباشر. يعني الزمالك في الماتشين يعني لو خرجنا ماتش، لو لعبنا كان الزمالك بيلعب مازيمبي في خروج المغلوب، فالزمالك خرج لان مازيمبي كسبه في الذهاب وتعادل معاه هنا في الاياب. تمام. برضو نفس الامر في مجموعه صن داونز والوداد. صن داونز هيلعبوا على المركز الاول ماتش اللي زي ما بيقولوا خروج المغلوب، اللي هيكسب هيبقى الاول. الترجي والرجاء محسومه برضه، عملوا نتائج مع بعض. الترجي كسب في المغرب، الرجاء اتعادل مع تونس بالزبط. ونتائج شباب القبائل وفيتا هي اللي خلاص الكلام. فالفريقين تأهلوا، الفريقين يعني حتى يعني هو كان في لقطه كده في ماتش فيتا والترجي كانت ممكن قلبت المجموعه. الحكم بيصفر في الدقيقه 5 في الوقت الضايع، ولاعيب فيتا كلاب رايح بانفراد كان هيقلب المجموعه تماما، هيشيل نقطه من الترجي ويطلع فيتا نقطتين، ولكن الموضوع اتحسم بدري. الترجي اتلحق على ملعبه مرتين، مره امام فيتا ومره امام الرجاء. لان حتى الجون الثاني اللي اتعادل بيه الترجي كان كره تسلل. فاعتقد انه الترجي ما اعتقدش انه يعني التحكيم لو كمل مع الترجي بالطريقه دي زي كل سنه اعتقد الموضوع هيبقى صعب قوي. بس انت من خلال متابعتك لكل مباريات المجموعات شايف في فريق ظاهر قوي ان هو اللي مرشح للبطوله؟ سان داونز فريق قوي. مازيمبي على ملعبه قوي جدا، رغم ان اول اغسطس كان متقدم عليه في الشوط الاول 1-0، ولكن هو فريق مرعب على ملعبه. جمهوره مرعب. الوداد بالضغط الجماهيري بالتعديل الاخير اللي حصل، و بميل الكاف لمكافاه او عشان يراضي الوداد على اللي حصل له السنه اللي فاتت، اعتقد انه مرشح. انت شايف ده فعلا؟ طبعا. اصل اقول لك على حاجه، انت عارف النهارده الرجاء استبدل اتنين
الترجي عنده الحق انه يستبدل اثنين، الوداد عنده الحق انه يستبدل ثلاثه منهم حارس مرمى، الهلال النجم الساحلي عنده الحق انه يستبدل اربعه منهم حارس مرمى واستبدله في مباراه الاهلي. عشان النجم الساحلي كان عنده مشكله في البدايه اصلا انه لعب بيلعب عدد لعيبه قليلين جدا، وكان عنده مشكله في القيد، وهو عدى اصلا يعني النجم برده تحس انه ماشي معاه كده. يعني النجم كان اعتقد مع كوتوكو في دور ال 16 دور ال 32 ال 32 كان خسران 2-0 وبعدين كسب 3 في الدقيقه الاخيره وبتاع، فمشى معاه كده يعني. وكان داخل بسكواد ال 15 لاعب باين، لانه كان عنده مشكله فهمه القيد غلط، فالنجم عنده لا مجموعه كبيره هيأيدها، عنده حق ان هو يكمل القائمه وعنده الحق انه يستبدل. والحقيقه اللي انا شايفه اللي مدي الفرق شمال الفرق المغرب وتونس الافضليه فكره شمال افريقيا، الترجي عنده 7 لعيبه من الجزائر. ده حقيقي، 7 لعيبه من الجزائر، واعتقد ان الترجي هتلاقي عنده كده، النجم هتلاقي عنده كده، والوداد هتلاقي عنده كده، عندهم مجموعه كبيره من اللعيبه. فتح القيد على مصراعيه امام لاعبي الجزائر شمال افريقيا، وفكره المشاكل الماديه اللي بتعاني منها الفرق الجزائريه، فكله صراحه ان هم يروحوا يحترفوا، كله راح، فبقت هتلاقي وليبيا كمان، هتلاقي اللعيبه الليبيين والجزائريين هم نجوم دلوقتي الفرق، تونس والمغرب. تونس والمغرب. طيب فكره بقى، الاعلام شايف ان موضوع الوداد زي ما انت قلت والاستبدال اللي حصل والكلام ده كله، الاعلام شايف ان ده جه وليبته الصدفه، ولا كانت مناقشات واقتراحات تمت خلال الفتره الاخيره من خلال كلامك لما قلت على النجم كان بيفتقد عدد كبير من اللعيبه، الوداد عنده اصابات كتيره، الترجي كان عنده لعيبه مشي زي يوسف البلايلي زي هيثم الجويني، في لعيبه ما لعبتش ومشت، في لجنه الانديه هي اللي ناقشت الموضوع مره واثنين وثلاثه وطلعت توصيه لجنه التوارد، ولجنه التوارد اتخذت قرار. يعني القرار مش وليد اللحظه، لا القرار كان بقاله كتير. خدم مين بس بقى؟ بس اتناشئ يعني اتناقش قصدي في اضيق الحدود. بس خدم مين بقى؟ هي دي وبرضه هو في الاخر ما هو ما قال يعني ما جاش قال لك الاهلي او الزمالك يلعب بكل لعيبته في دور ال 32 لا 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 والتمهيدي، يعني مفيش حد بيلعب 30 لعيب في 4 ماتشات، فانت برضه يعني انت لو سبت مساحه، لان يعني حتى اللعيبه اللي طلعت اعارات لعبوا في يا صلاح محسن لعب مباراه تطلع بره، لعب مباراه تطلع بره، في لعيبه كتير لعبوا، كل الفرقه لعبت صلاح جمعه لعب، كمان شريف اكرامي بالظبط، فهو حتى الوحيد اللي ما لعبش هو شريف اكرام، فانت مش مستحيل تبدل شريف اكرام، يعني تلعب بحارسين مرمى مش هينفع، ده مستحيل. فعشان كده يعني هي ما انت زي ما هم ادوك فرصه انت ما استغلتهاش لانك اشركت كل اللعيبه، بس هو ما قالكش او هو بالظبط من البدايه بالظبط يعني هو ما قالكش، بس انت برضو ما انت ايدت 27 لاعب، رقم كبير قوي يعني، رقم كبير في 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 البدايه في البدايه. طبعا هي كلها ظروف، بس اعتقد ان احنا خلاص كل ده عدى، وربنا بس يكرمنا يوم السبت عشان نعرف نكمل الماتش يوم السبت باذن الله. طيب ليه القرارات بتطلع من لجنه الطوارئ؟ اعتقد ان هي المنوط بيها اتخاذ القرارات اللي هي الطارئه، فده قرار طارئ، لانه بره يعني بعد بدايه المسابقه وانت بتغير لائحه المسابقه وهي شغاله، فلازم تطلع لجنه الطوارئ، يعني مش هيطلع مكتب تنفيذي او بس، برضه ما عنديش معلومه، ده التوقع. هو يعني انا اصلا بندهش ان القرارات الكتيره المهمه اللي بتبقى فيصليه وحاسمه في دوري ابطال افريقيا او في الانديه بتروح للجان غير مختصه. يعني لجنه الطوارئ دي معموله لو انت عندك حاجه طارئه تستاني في قرار يطلع النهارده. لكن انت عندك لجنه انديه، ولجنه الانديه رئيسها ونائبها هم اصلا اعضاء في لجنه الطوارئ. فطب ما الاولى انك تقعد في لجنه الانديه وتختر الناس الموجود معاك في لجنه الانديه وتناقش القرار. اعتقد ان القرار تم مناقشته في لجنه الانديه. لا لم يتناقش. لم يناقش. ما اعرفش. لم يناقش ولم يرسل لاي حد في لجنه الانديه. هو اتعمل في المطبخ واتحط في الطوارئ وطلع القرار. حتى لجنه الطوارئ مررته مش اجتمعت. كان من غير كلام، كان بالتمرير فعلا. كان بالتمرير بالتليفون. ما بين الرئيس والنائب الاول والثاني. بالظبط. اللي هم حاليا موجودين في المغرب عشان قله الصالات اللي موجوده في مدينه العيون. وفي اصلا في اجتماعات مكتب تنفيذي في سلا في 1 و2 فبراير. بالظبط كده. السبت والحد اللي جاي اعتقد اعضاء المكتب التنفيذي كلهم، وده اللي هيتحدد فيه. يعني النهارده خرجت بعض الكلام بيقول ان المباراه النهائيه هتلعب في مركب محمد الخامس في المغرب. اعتقد ده مش قرار. دي تسريبات، لانه القرار غالبا هيتاخد يوم هياخد في المكتب التنفيذي ده. بالظبط. بس القرار لسه ما اتاخدش. تتمنى يبقى في استاد القاهره؟ اتمنى طبعا. محتاجين نتحرك في الملف ده ولا مش مستاهل؟ محتاجين نتحرك طبعا. لان انا حاسس ان الاعلام مش يعني مش مهتم بالجزئيه ديت. مش واخد باله. مهتم بخناقه الاهلي والزمالك والدوري والقيد والكهرباء وكل اللي بيحصل. انا هحس بيها لما الفاينل يوصل. وبالظبط كده، لما تيجي تروح فاينل الاهلي او احد الفرق المصريه رايح فاينل،
فتلاقيه رايح فاينل وهو هيروح يلعب الوداد في المغرب او الرجاء في المغرب. الموضوع مزعج جدا. او هم استبعدوا خلاص تونس يعني. استبعدوا ملعب رادس غير ملعب رادس غير لانه ملعب رادس الحقيقه هيروح تاني والفار مش هيتطبق والحته ضاعت في كوبنهاجن والشاشه الصندوق الاسود مش لاقيين الريموت بتاعها وحاجه غريبة يعني حاجه غريبه جدا حاجه صعبه جدا بالظبط كده. فغالبا هيبقى في مراكب محمد الخامس كازابلانكا. في كازابلانكا. طيب اوكي لو اسالك على الغيابات ممكن مباراه الاهلي والهلال هيكون فيها غيابات ممكن بنتكلم في رمضان صبحي لسه هنشوف الفتره الجايه. اتمنى ان رمضان لو مش جاهز ما يروحش. لو مش جاهز ما يروحش. يعني اتمنى ان رمضان لو مش جاهز ما يروحش. النهارده يعني كابتن سيد قال جزء من الكلام ده قال لك لسه هنشوف قبل السفر ونحدد. حتى لو جاهز بنسبه 95% ما يروحش. ما ينفعش نفقد رمضان. انت رمضان جايبه اعاره برقم كبير قوي ما ينفعش تخاطر وتخسره في مباراه زي دي. ممكن تخسر فترة طويلة فيبقى الموسم بتاعه خلص. رمضان دلوقتي داخل في شهرين او شهرين وشوية. مزق في العضلة الخلفية. هو اخر حاجة لعبها كان نهاية نوفمبر مع المنتخب الاولمبي. لا ورجع دخل. ورجع دخل لعب لعب شوية ماتش الجونة. ولعب وفي التمرين اتصاب. فاعتقد رمضان بقى لنا كتير قوي مستنيينه ما اعتقدش انه فايلر ممكن يخاطر برمضان. زائد انه طبعا رمضان قوة هجومية جبارة اكيد. وزائد ان قوة هجومية جبارة هو يعني رغم انه لعيب سنه صغير ولكن قائد في الملعب. ومن اللعيبة اللي تعتمد عليها واللعيبة اللي بتعرف تشد وجود اللعيبة اللي تقدر تقف على رجليها في الملعب في ماتش زي ماتش الهلال مهم جدا. ضغط جماهيري مرعب. الملعب ده مرعب جدا. جمهور فيه عدده جبار. ضغط جماهيري طول الوقت. بيشجعوا بجنون. فاتمنى ان كل اللعيبه اللي عندها القدره انها تقف على رجلها في الملعب في الماتش تبقى موجوده. طيب. زي احمد فتحي علي معلول متولي ياسر ابراهيم سوليا رمضان ديانج كهربا افش اللعيبه اللي هي قادره ان هي تقف على رجلها جوه الملعب لان الماتش مهم جدا ومصيري ومحتاج لعيبه. احنا شفنا اول 20 دقيقه في مباراه النجم كانت توتر كان ممكن يقلب المباراه للمأساه. توتر لعيبه الاهلي في اول 20 دقيقه عمل خوف من فكره النتيجه. خوف من فكره النتيجه في اول 20 دقيقه. انا بشوف الاهلي ما كانش موجود. طيب كويس قوي. خوف من فكره النتيجه وكسبت وبقيت متصدر المجموعه ده تاثيره النفسي ايجابي ليك وسلبي على المنافس. طبعا لان على المنافس على ملعبه وسط جمهوره ما عندوش مكان غير ان هو يكسب. ما عندوش بالزبط. حسابات تانية غير ان هو يكسب. ده حساباته ازاي جوه الملعب مع الفريقين. بص حساباته ما ينفعش تنزل تلعب على التعادل لانك لو لعبت على التعادل هتبقى في مخاطره كبيره. فلازم على الاقل باذن الله نجيب جول لان الجول هيفرق معانا كتير قوي. هيصدر الضغط للمنافس هيخليه متوتر هيخليك بتلعب اكثر راحه في الملعب. واعتقد ان فايلر بيلعب ماتشات كلها بره. يعني ماتش النجم كان ابسط مثال على اللي انا بقوله انه بدا المباراه مهاجم. يعني بدا المباراه بقفشه والسوليه جنب بعض. مهاجم صريح. فاتمنى انه يبدا بنفس الطريقه او يبدا مهاجم في مباراه النجم في مباراه الهلال. خطف هدف مبكر في المباراه هو بدايه ان شاء الله يقتل كل شيء. مش يقتل قوي بس هيهدي الجمهور وهيفوق فرقتك زائد انه فريق الهلال هو فريق كويس وعنده عنده مجموعه لعيبه كويسين على المستوى الفردي ولكن على المستوى الجماعي هم انت شفت بلاتينيوم ضربهم كم مره في ماتش في الماتش الاخير راح جاب ضربه جزاء واكتر من الشوط الاولاني كان ممكن يخلص بهدف واتنين ولكن طبعا التوتر هو اللي قلب الماتش في الاخر. فاتمنى انه الاهلي يبدا المباراه مهاجم ما يلجاش فكره التعادل لان لا قدر الله لو حصل وجي فينا هدف الموضوع هيبقى صعب. طيب فكره الخبرات انت عندك احمد فتحي خبره طبعا علي معلول خبره طبعًا. وليد سليمان خبره نسيت اقول وليد سليمان طبعا وليد سليمان ده قوي طبعا تمام. عندك كمان اليو ديانج امكانيات بدنيه هتفيدك بشكل كويس قوي هناك في السودان لان الماتش هيبقى فيه اكيد معدلات جري كبيره في احتكاكات والتحامات في الدفاع. عندك اطوال كويس عندك ياسر عندك رامي المفروض متولي هنشوف برضو الدفع بيه. انا اتمنى انه نلعب بثلاثه في القلب اتمنى تغيير طريقه اللعب اتمنى وطبعا ده اعتقد هيبقى مستحيل لان ما فيش مدرب بيغير طريقه مع فايلر لا تتوقع شيء لا بس ما ينفعش غير الطريقه اللي بيعتمد عليها في كل مبارياته حتى مباراه كاس مصر يعني ده يبقى ضرب من ضروب الخيال ولكن 3 4 3 هي الانسب للاهلي في هذه المباراه يعني هي الانسب تماما
قدره الشناوي في هذه المباراه كمان، لان الشناوي الحمد لله عامل موسم طيب جدا. يعني عدي الشناوي عشان مش عايزين نتكلم على ايه. الشناوي عامل موسم الحمد لله. يعني الحمد لله الحقيقه، يعني نعتبره نتكلم عليه بعد ماتش الهلال يا رب ان شاء الله. مش عايز يعني مش عايز اتكلم عليه، انه الحقيقه يستحق ان احنا يستحق كتير. ده حقيقي، التطور ملفت في نظر في مستوى محمد الشناوي. والحقيقه محمد الشناوي هو النجم الاول لمباراه النجم الساحلي حقيقي. ثلاث اهداف محققه في البدايه، في بدايه في اول 20 دقيقه الحقيقه. اي واحده فيهم هتدخل لا يسال عنها، يعني باستثناء الشوطه الاولانيه هي اللي كانت سهله شويه، انما انفرادين كاملين الشناوي تصدى لهم مباراه. فالحقيقه هو نجم المباراه الاول، ونأجل الكلام عليه شويه بعد ماتش الهلال. عشان بس الناحيه الهجوميه، احنا اللعيبه يعني وهي بتتنفس بتتصاب. بالظبط كده. طيب الناحيه الهجوميه، اليو باتشي بادجي في الـ في الـ في الثلاث دقايق اللي لعبهم في مباراه النجم، تحس انه وكان مهم انه ياخد الثلاث دقايق دول. تحس انه داخل يعني مش غريب على الفرقه. يعني كانه بقاله كتير. وانا يعني وده ميزه انه ياخد من بدري مع الفرقه، لان بادجي هينفعك هناك الالتحامات وقوته بس طبعا هل هو فنيا جاهز انه يبدا المباراه؟ هل التكتيك بتاع الفريق هو دخل فيه بصوره كبيره؟ لو مش جاهز على المستوى البدني والفني او لسه اكيد لو ما ربطش مع اللعيبه معسكر ودخل القايمه. لا، جزء من دخوله المعسكر ودخوله القايمه هو جزء من تجهيز النفسي للاعب، ان انت هتبقى في الفتره اللي جايه من القوام الاساسي للفريق. ولكن هل ينفع يبدا بيه؟ دي اعتقد الوحيد اللي ان شاء الله فايلر هو ان شاء الله الوقت يسمح بده وتبقى المساحه تسمح انه بس قطره بشرية في خط الهجوم هتفيدك في افريقيا قوي. طبعا يعني ادانا كام مؤشر كده في التحامات في الدخول على الكرات. طبعا لا حاجه طبعا محتاجينها الفتره الجايه مع مروان كمان. طبعا طبعا هو اللاعب قوي جدا، وطبعا هو ما ظهرش وما عملش يعني بس لا حاجه، لا ثلاث دقايق مش بس طبعا. بس تحس انه في لا في دبابه ما شاء الله نازله في الملعب. يا ربنا يكرم باذن الله. ان شاء الله باذن الله. طيب حكم المباراه ابتدى خلاص الاعلام والجمهور بيركز قوي في التفاصيل ديت. يعني انا فوجئت بعد مباراه النجم الساحلي مفيش بخمس دقائق الكل راح قال بكاري جسام. يا جماعه بكاري مين ده؟ معروف من اسبوع وختام مبعوث لكل الانديه مين حكام مباراه الجوله الاخيره. فرضوان جايد هو حكم المباراه، بكاري استحاله هيحكم في المرحله السادسه لانه حكم المرحله الخامسه وكان جاي بديل كمان لاليومني انت. لا فانا يعني تعليق على هذه الفكره، والجمهور قوي مركز في قصه مين الحكم اللي هيكون موجود، وكمان الهلال كان بيعترض على رضوان جيد، وده ليه تاثير ايجابي ولا سلبي؟ الامور دي اعلاميا وصحفيا بتشوفها ازاي؟ هو الهلال عمل زي ما بيقولوا ايه ضربه استباقيه، يعني بيهتوا الحكم قبل ما يروح. والحقيقه الطبيعي انه الحكم ما يفرقش معاه الكلام ده، لانه رايح يحكم زي ما بيقولوا بيحكم بالعدل، يعني مش هيتاثر لا بضغوط الاهلي ولا بضغوط الهلال ولا بضغوط الجماهير ولا ولا ولا. هو انت بتعرض عليا فانا هو كويس اهو مثلا في الماتش يعني. بس ولكن في حاجه يعني لطيفه في انه رضوان الاهلي لم يهزم مطلقا مع الحكم المغربي رضوان جيد. كل مباريات الاهلي يا اما تعادل يا اما فوز مع هذا الحكم المغربي، فاتمنى انه يكون فعله كويس يا رب، ان احنا نكمل معاه السجل الخالي من كل من الهزائم. طيب الاهتمام بقى بمساله الحكم او مين الحكم المغربي؟ ما انت عشان كل زي بقول لك كل خرابه بيطلع لك فيها عفريت. كل مباراة الحكم بتبدأ تدور عليه عشان تشوفه عمل ايه قبل كده. ما هو انت اللي عامل لك المشكلة دي لحد دلوقتي هو حكم اول مباراة حقيقي. فانت كل مباراة تلعبها في افريقيا فيها مشكلة مع حكم ومش مستحملة بكاري يعني دلوقتي. يعني ماتش بلاتينيوم رغم كل الاخطاء اللي كانت فيه واداء الاهلي، هدف صحيح 100% اتلغى للاهلي حقيقي. هدف صحيح 100% مباراة مصر مش حاجة خالص واتلغى. فالحقيقه انه يعني المباراه كانت سهله وسهله على الحكم وسهله على اللعيبه، واللعيبه ما بتتكلمش، وهدف صحيح 100% واتلغى. في مباراه النجم هناك طار دايما اشرف. فالحقيقه الحكام عندهم مشاكل يعني، ومش مستحمله بكاري جسامه دلوقتي. لا بكاري جسامه، ما هو اعتقد ان بكاري جسامه مش هيجي الاهلي قريب يعني. ده الرجاء نفسه اعترض عليه. ما هو يعني هو خلاص بقى حكم بقى مسجل خطر معروف. لا مشاكل يعني كتيرة يعني صحيفة ثوابه كتير قوي. بالظبط اعتراضات كتير جدا. وبعدين طول الوقت بكاري جسامة اخطاءه لصالح الفريق اللي بيلعب على ارضه. ده حقيقي. يعني هو بيروح يجامل الفرقة، رغم انه في مباراة الاهلي وسان داونز اللي هي مباراة العودة اللي كانت هنا، الحقيقة كان محجم مباراة تحجيم من اول دقيقة باين انه جاي محجم الماتش، وان هو وفي ضربة جزاء في البداية كانت اعتقد رمضان صبحي ما حسبهاش او العلي معلول مش فاكر، وفاول لازارو على 18 وفاول لازارو كتير قوي، حاجات كتير قوي ما حسبهاش. ولكن يعني اعتقد بكاري جسامة مش هيجي لنا قريب. طيب
الضغط اللي اتعمل على الحكم المغربي او الضغط اللي معمول من الاعلام او من الجمهور في السودان شايفه ممكن يؤثر تاثير ايجابي او تاثير سلبي، ولا شايفه ازاي في ظل ان الاتحاد الافريقي او الكاف اكيد عينه على هذه المباراه واكد على وجود الحكم وما التزمش او ما وافقش على فكره التغيير او قبول الاعتراض؟ حسب الحكم نفسه. يعني انت في لو تفتكر مباراه الاهلي والترجي الموسم اللي قبل اللي فات في نهائي دوري الابطال، اكتر ضغوط تمت على حكم في تاريخ الكوره مهدي عبيد. لا مهدي عبيد كان هنا، اللي كان هناك. اه مملكه سيما. مملكه سيما. الحقيقه كان عليه ضغوط جباره، والحكم اتلعب من غير الماتش اتلعب من غير فار، وكان بيمثل ان في فار، والحكم كان بس الحكم كان هايل. الحكم كان كويس، يعني الماتش نفسه ما كانش فيه اخطاء، كانش فيه خطا خالص، مش اخطاء خالص. رغم ان الضغوط اللي اتعملت عليه تخليه ينزل يحسب ضربتين جزاء للترجي وهم قبل ما يسنطروا، يعني في التسخين انت لكم عندي ضربتين جزاء خدوهم. فالحقيقه لا، حسب شخصيه الحكم وحسب ادائه وحسب هو عايز يعمل ايه وحسب هو مقرر ايه هيعمل. لو الحكم شخصيته ضعيفه هيتاثر بالضغوط، لو الحكم شخصيته مش ضعيفه وحكم كويس مش هيتاثر بحاجه. وكنت اتمنى ان يجيبوا لنا حكم من الصفوه من النخبه، ولكن خلاص يعني هو النخبه مش النخبه قوي، اصل النخبه في افريقيا كتير للاسف، خد بالك النخبه في افريقيا تقول لهم النخبه يقول لك لا. والنخبه دلوقتي بقى جوميز اللي حكم لنا المباراه اللي مباراه النجم كان هايل طبعا، مصطفى غربال وهايل، ما فيش حد تاني. استنزفوهم مبكرا يعني خلصوهم او ادوهم ماتشات من الجولات اللي بالظبط كده. اعتقد ان ممكن يكونوا مستنيين، كانوا بيأمنوا حظوظ النجم الاول في تونس في السودان. بالظبط، مصطفى غربال. بعد كده قال لك نعمل حظوظ اكتر في مصر فنبعت فيكتور جوميز. بالظبط. طب امن الماتش الاخير ده، اعتقد بقى ممكن يبعتوا للنجم في المباراه الاخيره قدام بلاتينيوم حكم تونسي. خلاص هي مش مستاهله. الموضوع المباراه تتوقع ممكن تكون فيها مفاجاه. انا وجهه نظري، لانه برضو جزء من التركيز، الاهلي بدا من الدقيقه مثلا 70 او 72 يدافع. لو في تركيز شويه من الناس اللي على اللي موجوده او اللعيبه، انت لو جبت جول 2-0 2-0 كنت بقيت متفوق على النجم في المواجهات المباشره. في احتماليه على امل ايه؟ في احتماليه يعني مثلا 1% ان بلاتينيوم يتعادل مع النجم، ده تبقى مفاجاه البطوله. بقيت انت 10 وهو 10 وكسبته في المواجهات المباشره. بس فرق الاهداف حاليا الاهلي والنجم متساويين. لا مفيش فرق اهداف، ازاي متساويين؟ احنا لينا 6 وعليهم 3 وهم لهم 6 وعليهم 3. يعني في المواجهه، يعني بص في المواجهات المباشره متساويين 1-0 هناك 1-0 هنا. في فرق الاهداف احنا جايبين 6 اهداف وعلينا 3 اهداف، النجم جايب 6 اهداف وعليه 3 اهداف. طيب لو تعادلوا هيبقى زي ما هو، يبقى هو صح تعادل. ما هو على حسب بقى نتيجتك انت كمان مع الهلال. بالظبط. ما هو انت، ما هو انا اللي بقول عليه بقى ان لو جبت جول في النجم كنت تتوقع. طب لو تعادلت مع الهلال 0-0 وهو تعادل. لا انت لو تعادلت خلاص مش مستني، انت بتتكلم على اول مجموعه. اول مجموعه، اول مجموعه لو اتعادلت وهو تعادل كده كده انت هتكسبه بالنقط. تمام. انا بتكلم على فرص ان لو الاهلي خسر من الهلال لا قدر الله، ماشي، والنجم اتعادل مع بلاتينيوم، هيبقى الاثنين زي بعض 10 نقط. لا مش زي بعض، 10 نقط. ماشي. هتروح للمواجهات المباشره متعادلين. لو رحت الاهداف حسب النتيجه بقى، مفيش نتيجه، هو كده كده هو عنده 6-3 زي ما انت بتقول. انت هيتخسر منك جول اللي هيجي لو لقد ان كان الفرقه هتخسره من الهلال. انت قصدك الجول اللي هيجي فيك انت هنا ويخسرك اللي هيعمل ماينس اكبر. بالظبط كده. فبالتالي هو يتاهل بفرق الاهداف. بالظبط. فعشان كده كنت تكسب 2-0 عشان تضمن على الاقل. بس انت متاكد يعني، او مش متاكد يعني، عندك احساس 1% ان ممكن بلاتينيو يتعادل مع النجم؟ دي كوره، لازم تحط كل الاحتمالات. دي كوره، مش ده احتمال ولا احتمال وارد، ولا احتمال وارد. طبعا احتمال وارد. هو حد كان في الكوره كلها توقع ان بلاتينيوم يتعادل مع الاهلي؟ بس المباراه في زيمبابوي شال 3-0 قبلها من 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 النجم الساحلي على ارضه في زيمبابوي. يعني ايه يعني؟ فالحقيقه انه انت بتتكلم على كوره، الكوره مش مضمونه. فيتا كلاب اتعادل مع ترجع على ارضه واتغلب هناك 2، النجم الساحلي خسر من الهلال على ارضه. فانت الكوره وارد فيها كل شيء، فارد فيها كل شيء. فالحقيقه انت في احتماليه، كان عندك احتماليه تزود فرص. يعني انت لو عندك فرص صعود 4 فرص صعود فانت بتزود بقت 5 فرص صعود، بتحط فرصه صعود اللي هي في أسوأ الظروف ان انت لا قدر الله ممكن خسر تلجأ لها. تلجأ لها بالظبط. بس فالحقيقه ما اعرفش، ما حدش خد باله منها. ده لو تعادلوا. ماشي يا ابو حميد. طيب حاجه ثانيه اهم كمان، بنتكلم في البطوله الافريقيه، احنا بنتكلم على فرق ممكن تكون ضمنت التواجد في دور الثمانيه خلاص بنسبه 100%، لكن فرق التصنيف او الترتيب ده اللي هيبان في الجوله الاخيره. لكن في نفس الوقت انت عندك مازيمبي تصدر المجموعه خلاص بشكل رسمي. سان داونز والوداد لسه المباراه اللي بينهم هي اللي هتحدد ماتش جنوب افريقيا، واعتقد ان سان داونز هيتصدر. طيب فكره دور الثمانيه، انت كواء اول او ثاني انت شايف المواجهات متوازنه او المواجهات الاول ولا الثانيه الاقوى؟ ولا فرقه ولا انا بعد ماساه سان داونز ما بقاش فارق معايا العب اول بره، اول ماتش بره ولا يعني. هو انت لما بتبقى اول
بتاخد افضليه لان انت تلعب ماتش تاني ماتش على ارضك بالظبط وبتاخد افضليه انت بتلعب تاني مجموعه فانت مجموعه اللي طالع منها الوداد وسان داونز يعني عايز ايه او الرجاء والترجي او الرجاء والترجي يمكن او ما. او مازيمبي والزمالك فانت بتتكلم في ايه يعني فرق معاك ايه يعني انت شايف كلها المواجهات يعني اصلا مواجهات قويه يعني انت اما هتبقى رايح لو طلعت تاني هتبقى ان شاء الله ان شاء الله لو طلعت اول هتبقى رايح يا اما للزمالك يا اما للرجاء يا الوداد يا الوداد ثلاث مواجهات لو روح لو لا قدر الله طلعت تاني هتدخل قدام مازيمبي سان داونز الترجي هل في مواجهه من دول قليل لا لينا ولا ليهم بقى هي لا هي فرق كلها كبيره اه بالظبط وانت ممكن يبقى عندك حدث تاريخي ان انت تلعب مع الزمالك اربع مباريات في شهر في اقل من 20 يوم بس في مباراه منهم مش هتتلعب هتتشاف كده يعني ممكن ما يعني انت هيبقى عندك 20 24 29 يا سنه كبيسه 7 2020 اسمها 4 الارقام المميزه دي خد بالك مهمه جدا طبعا. ممكن نحدد على اساسها تواريخ بالظبط كده ممكن طيب ارجع تاني واتكلم في جزئيه ممكن نعمل عيد ميلادي في ممكن نعمل بالظبط كده لان الارقام دلوقتي بقت ارقام مميزه نعمل عليها ماتش سوبر نعمل عليها ماتش دوري او ممكن اعمل عيد ميلادي اغير عيد ميلادي اغير عيد ميلادي طيب بس مباراة السوبر وده ملف تاني انا عايز اتكلم معاك فيه لان النهارده اتحاد الكوره من خلال الكابتن محمد فضل قال تفاصيل كثيره قوي وقال تفاصيل بالنسبه لنا كانت مفاجاه في مساله من يتحمل التكلفه التذاكر السفر على عكس البطولات السابقه حتى كمان المكافاه زادت بناحيه ماليه شايف التحضير لمباراه السوبر ازاي الارقام النهارده اللي اتقالت من خلال اتحاد الكوره بالاتفاق مع مجلس ابو ظبي برضه شايفها ازاي حتى تعيين طاقم التحكيم هيكون من طاقم تحكيم اجنبي وحسب ما انا قريت هيكون ايضا كمان من خلال الاخوه هناك في الامارات كل حاجه شيء. حتى الفار يعني عارف انت ما بقول لك مش عايز دي في دي يعني واضح انت بتتكلم حتى في كل حاجه يعني هو الحقيقه انه يا مجلس ابو ظبي الرياضي مشكورا الحقيقه ده مشكورين طبعا على كل ده الحقيقه متحمل مش الماتش متحمل الماتش واعباءه كامله بما فيهم الملعب انت عارف انه قبل كده كانت الشركه الرائعه بتدفع ايجار الملعب المره مزبوط. دي كمان ايجار الملعب مش مدفوع كانت بتتكلف اللي هي التكاليف الانتاج اللي هي بتاعه الليدات بتاعه الملعب والاعلانات مجلس ابو ظبي اللي شايلها ده التيكت مجلس ابو ظبي اللي خده هو اللي بيبيعه لا الحقيقه انه الفار كمان الفار تكلفه الفار طب استخدام طاقم التحكيم هو طاقم التحكيم طب ازاي المفروض اختصاص لجنه الحكام عندنا في مصر؟ ما هو اصله على فكره هو الناس كل احنا بنتعامل على العالم كله العالم كله ماتش السوبر بالنسبه له بس احنا عشان بنلعبه احنا يعني العالم كله بيلعب ماتش السوبر هو بطوله ترفيهيه يعني هي في الاخر بطوله مش اساسيه قوي لان حتى الاتحاد الاسباني لما راح السعوديه عملها دوره رباعيه جاب اتلتيكو مدريد وجاب ريال مدريد وهم لا ده بطل فالنسيا وبرشلونه وده لا ده بطل دوري ولا ده بطل كاس وجابهم لعبوا بينهم. ايه والفاينل كان بينهم فالحقيقه هي بطوله ترفيهيه قوي فالحقيقه انه حتى استخدام طاقم واعتقد ان الاخوه في الامارات هيجيبوا طاقم حكام احسن مننا يعني طب اكيد بس يعني الحمد لله المراقب مصري والسي او بتاع الملعب بتاع المباراه مصري اعتقد انه هيبقى الصديق العزيز حسام الزناتي اللي هو المنسق العام للمباراه تمام اوكي هيبقى في منسق اعلامي وفي منسق للمباراه وفي بس مراقب واحد بس ما هي هنجيب 9 مراقبين ليه اصلا ما انت فاصل بتعمل 2 مراقبين كمان طيب فكره ال بص انت احنا لعبنا 3 سوبر في الامارات مفيش ولا تجاوز خالص فانت مش محتاج مراقب اصلا الماتش لا اللعيبه هتتجاوز ولا اي حد هيتجاوز فاعتقد الماتش هيعدي على خير يعني التجاوز اللي حصل كان حاجه ثانيه في الملعب وكانت مش محتاج حاجه يعني بالظبط كده حفل الافتتاح هو في انا اعتقد ان الحفله في حفله مجهزه في حفله وبيقول على حد علمي يعني ان هم بيتفقوا مع نجم كبير مصري هيحيي الحفله وقد يكون محمد رمضان طيب المباراه هتتلعب في استاد نادي الجزيره عندك كواليس اختيار استاد نادي الجزيره ليه ما كانش فيه رؤيه لاستاد جديد يعني مثلا عندنا استاد محمد بن زايد المدينه الرياضيه ما تلعبش عليه كانت فرصه طيبه استاد رقم كبير قوي هيتملي لا مش هيتملي كان 64000 صعب كان صعب صعب 64000 العدد كبير لانه انت رايح تعمل الماتش هناك عشان يبقى عندك المشهد الجماهير مليانه والملعب مليان ملعب الجزيره على فكره لما تلعب السوبر القبله الماضي هناك شفته انا كنت هناك كنت الاهلي خد الجزء المخصص ليه والنص الجزء الثاني بتاع الزمالك بالظبط كان في جزء كبير قوي الملعب فاضي فانت لما تروح تلعب على 64000 لا رقم كبير قوي ملعب اصلا الفرق المنتخب الامارات بس اللي بيلعب عليه انا اضمن لك ان الجزء بتاع الاهلي لو 50000 طب خلاص هقول الجزء الثاني هناخده برضه ونملى فيه فاعتقد انه لا هو اعتقد انه هي كانت المفاضله بين هزاع وهزاع تلعب عليه ماتشات كتير فراحوا للجزيره ثاني لانه
الجزيره في قلب ابو ظبي يعني ملعب الجزيره في قلب ابو ظبي. ففكره ان هم يروحوا العين تاني معلوماتك عن التذاكر، لان انت اول واحد كنت طلعت واتكلمت على موضوع التذاكر وقلت حتى الارقام اللي هتكون سعر التذاكر في هذه المباراه. انا عارف تفاصيل الماتش من فتره طويله يعني. بس طبعا احتراما للاصدقاء اللي قالوا لي التفاصيل يعني، بس انا نشرتها قبل ما تنزل، وحتى الموقع جزء التذاكر الاهلي بنسبه 90% سولد اوت، دخلوا على جزء كبير من الجزء الثاني اللي حجزت. خلاص يعني بص احنا هقول لك انا 50 درهم 75 درهم 150 درهم دول سولد اوت خلاص الاهلي. تمام. لسه في 350 و 250 مختلفه في الدرجه الثالثه. 50 درهم سولد اوت في الزمالك، هتلاقي فيهم 25 او 30% اهلي. كمان في حاجه مهمه وارجو ان ما حدش يزعل مني فيها يعني، عشان الاصدقاء الزمالكيه حاسين قوي في الموضوع ده. في الماتش نفسه بيبقى في جزء من التذاكر بتطلع للشركات الراعيه وللناس المسؤوله، او زي ما كومبليمون تيكت يعني، بتطلع من الـ من الـ من الـ من الـ من مجلس ابو ظبي او الجهه اللي بتنظم المباراه لاتحاد الكوره ولشركات الراعيه ويوي. تمام. 85% من التيكت ده بيبقى ناحيه جمهور الزمالك عشان بيبقى فيه فراغات. صح. لان الناحيه الثانيه اتحجزت كلها، فهتقدر تطلع منها. والحقيقه انه ده بينفي تماما مقوله ان الشعبيه. لا 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 لا، يعني الحقيقه انه عارف انت بتقوله الناس بتقول كذبه وتصدقها. ففي كذبه بتتقال وبتتصدق، اصله الزمالك اعلى، اصله الزمالك انا سمعتها من شيوخ النقاد الرياضيين بدون مسميات في فتره التسعينات، لما رحت الامارات مش مره اثنين وثلاثه واربعه، يمكن في دبي ماشي، في ابو ظبي ماشي، لا ده في كل الماتشات. ده في كل الماتشات. بص على ماتشات الاهلي في السعوديه، انا خلينا نتكلم مثلا في كان بيتقال لك الكويت وبيتقال لك الامارات وكان بيتقال لك مفيش الكلام ده خالص. مفيش يعني حتى مش نسبه وتناسب، هي زي مصر. مفيش نسبه هنا زي مصر. يعني زي يعني هي نفس النسبه اللي في مصر هي النسبه اللي بره. فالحقيقه انه وبعدين انت فكره الجمهور طول الوقت جمهور الاهلي الاكثر عددا، عشان كده بيبقى الاكثر عددا في ما هو انت من بين كل خمسه اهلاويه ثلاثة بيروحوا، ومن كل خمسة زملكاوية ثلاثة بيروحوا، فلأن عدد جمهور الأهلي أكتر، فلما الخمسة دول لما بيتقسموا على العدد الكبير فالثلاثة بيكتروا، يعني العدد بيكبر. العدد بيكبر. نسبة الحضور من نسبة العدد الجماهيري هي اللي بتعمل الفرق ده. والصورة في الملعب بتبين ده. بالظبط كده. هو أنت لما بتيجي دلوقتي من الكاميرا اللي هي مش عارف بيسموها في الإخراج بيسموها إيه؟ الكرين. الكرين أو الكاميرا اللي هي الطيارة اللي فوق الهليكوبتر. الأوتوكوبتر. هي برجو؟ درون. من فوق بتشوف كل مدرجات الملعب، بيبقى باين لك الدرجه الثالثه والدرجه الثانيه والدرجه الاولى وكل اجواء الملعب. لا ما هم يعني انت من فوق بتشوف من قبل الماتش بساعتين النص المخصص لكل جماهير النادي الاهلي ممتلئ عن اخره، وبتلاقي الجزء بقى اللي هو العائلات. وبتلاحظ ان دي عائلات كلها رايحه الناحيه الثانيه، وما بينهم بقى اهلاويه وزملكاويه. اتمنى انه الماتش عدى على خير، واتمنى انه هو بيبقى كرنفال الحقيقه بين جماهير الاهلي والزمالك، ونقدم صوره حلوه قدمناها قبل كده على فكره في الثلاث ماتشات اللي فاتوا. يعني حتى كان فيهم مباراه، يعني اول المباراه الاولى والاخيره اعتقد لفتره طويله اتلعب بين الاهلي والمصري بجماهير، اتلعبت المباراه دي اتلعبت بجماهير وعدت على خير، اللي كانت في السوبر. واعتقد ان الاهلي ومصري بجماهير دي ممكن يعني ان شاء الله مختلفه شويه، لان كانت معروفه طبعا الاهلي في مصر هناك كانت حاجه مختلفه. اعتقد انه يعني احفادنا ان شاء الله هيشوفوا اهلي ومصري بجماهير. طيب ومصر. الفار وفد من الفيفا هيصل القاهرة أول فبراير لمتابعة تجهيزات تطبيق الفي آر. عندك معلومة أن الكورس المصري خلاص قرب ينتهي ولسه؟ أنا قلت لك هياخده، قلت لك هناخد الرخصة والفار هيتطبق مع بداية الدور الثاني. أنت قلت كده؟ مش أنا قلت لك كده؟ وده هيحصل؟ طبعا هيحصل. هيحصل إزاي؟ هيحصل بقى. أيوة، ما أنت في الآخر ما هو الحكام دول لازم يطبقوا الرخصة ومعاييرها صح. اللي بيدير الاتحاد المصري لكرة القدم المجموعة المكلفة من الفيفا بإدارة الكاف، كل ما يحدث في داخل الاتحاد المصري لكرة القدم يتم بالاتفاق مع المجموعة اللي موجودة بتاعة الفيفا، عشان بس نكون واضحين. ده مش معناه ان انت عشان من ضمن مجموعة الفيفا اللي معيناها فالفيفا هي اللي هتديك الرخصة. الفيفا هتديك الرخصة. مين اللي هتديك الرخصة؟ في معايير. ما هي المعايير، ما هو مش معايير عدد ساعات. احنا ضغطنا وعملنا عدد ساعات اكتر، بس البروتوكول بيقول 3 شهور. ما هو لا، 3 شهور او عدد ساعات. 3 شهور او عدد ساعات. هم عملوا عدد ساعات. طب سالت الحكام في الجزئيه دي، هل استوعبتوا وهل جاهزين للتطبيق؟ هيقول لك لا. انا قلت لك هي المشكله الحكم المصري في الفار هيعمل مشاكل اكتر، يعني انا هو انت يعني قاعدين يعني زي ما بيقولوا ايه،
بكره هنقعد على الحيطه ونسمع الزيت، هتشوف عجب. يعني تطبيق الفار في الدوري المصري هتشوف عجب. طب ما ياخدوا وقتهم بدل ما يحكم على التجربه بالفشل قبل ما تبدا، ما هي ناجحه في كل مكان. هم خدوا القرار وقرروا يطبقوه خلاص. انت مع ده؟ لو انت راجل صحفي وناقد وشايف الموضوع، عارف دي. لو احنا مع ده؟ لو المجتمع الرياضي المصري مجتمع سوي وهتقبل اخطاء الناس وهيقول ان احنا خلاص الموضوع هيعدي السنة، والله المجتمع سوي، بس اللي بيقوموا بالمنظومه نفسهم مش بيطبقوا المعايير. مجتمع ايه سوي؟ انت عندك رؤساء انديه بتطلع يعني تقول كلام غريب. النسبه الغالبه في المجتمع سوي. فانت لو انت خدت يعني قلت انه ده استثنائي وهنجرب وهنعدي، لانه الاخطاء حتى الفار هيبقى فيه اخطاء. يعني حتى الفار هيبقى فيه اخطاء. مظبوط، بس فنعدي الفتره دي ونتحمل اخطاء الحكام. انت بتتكلم في الاستخدام، انت بتتكلم في المعايير. ما انت هتعمل ايه طيب؟ يعني ما هو انت هتفضل تاجل؟ يعني طب هم عايزين يكتب لهم ان هم اللي عملوا الفار. يا عم نكتب لهم في شهاده التطعيم ان هم خدوا تطعيم فيروس سي وعملوا الفار، يعني عملوا في ار خلاص. طيب تحديد المباريات لما تطبق التقنيه هتبقى 3 مباريات في الاسبوع في كل، يعني قصدي يعني كل في اليوم، عشان احنا عندنا 3 عربيات نقل بس. بالظبط كده، يعني انت في اليوم 3 ماتشات ما يزيدش عن كده. على فكره حتى دلوقتي، بس هي المشكله بقى كمان ان انت في اخر الموسم هتعمل ايه؟ بمعنى اللي هي الجوله الاخيره قصدك، عندك 5 فرق بتنافس على الهبوط وهيلعبوا 5 ماتشات في نفس التوقيت، عايز ايه؟ وعندك ماتشين 3 ممكن يكون لهم لقب ببطل الدوري مثلا. بالظبط. هتعمل ايه وقتها؟ صح. ده سؤال في محله فعلا في التوقيت. طبعا انت دلوقتي انت قرر خلاص لحد الاسبوع، عندنا 34 اسبوع لحد الاسبوع ال 32 ما عندكش مشكله ان انت تلعب 3 ماتشات في يوم واحد. فجيت الاسبوع ال 33 وال 34 دول قانونا ان هم بيتلعبوا نفس التوقيت، الا بقى لو الدوري اتحسم يعني في ماتشات مش مهمه فممكن تفكها. بقيت مضطر ان انت تلعب 5 ماتشات في 4، بلاش 5، 4 ماتشات في يوم واحد، هتعمل ايه؟ ده حقيقي. 5 ماتشات في يوم واحد هتعمل ايه؟ لازم يكونوا عندهم بلان بي لده، يعني لازم يكونوا عارفين ده، مش عشان لما نوصل للاسبوع ده يبقى عندنا مشكله فنقول لك لا، طب بص احنا هنلعب الاسبوعين دول، هنلعب الماتشين دول من غير فار. فتلاقي عجب بقى بيحصل. ده وقتها كمان انت هتحكم على اي اساس المباراه دي او المباراه دي؟ لا بالظبط كده، لا هو ممكن يلعب الماتشات كلها من غير فار. يعني بدا يعني الدور الثاني هيبدا بالفار ويجي الجوله الاخيره نتيجه ان الماتشات كلها لازم تلف توقيت واحد. هيعمل ايه؟ ما انا بقول لك عشان كده لازم من دلوقتي يبقوا عندهم حل لو في 5 ماتشات او 4 ماتشات هيتلعبوا في نفس التوقيت. ممكن يعمل وحده لكل الماتشات في توقيت واحد، تبقى الوحده دي موجوده في مكان ثابت. انا بقول لك لازم بقى يبقى عندهم بلان بي للكلام ده، او نعمل زي يعني احد مقدمي البرامج قال زمان انه حد يقعد في البيت ويتصل بالحكم يلحق ويقول له يلحق في كذا فيروح يتفرج في التلفزيون وبعدين المخرج هيجيب صورته هو. طيب تعليقك على موقف جهاد جريشه. ازمه على فكره مش صغيره، الازمه كبيره طبعا، ومشكله كبيره ومش صغيره، ومشكله ممكن يكون لها تاثير حتى على الحكام اللي بيحكموا في الدوري المصري. انا الحقيقه اتفاجئت من ان ابراهيم نور الدين هو رقم واحد في القائمه. يعني انا الحقيقه من الناس اللي اتفاجئوا يعني بالتقييم. وهذا التقييم ما هو برضه انت طلعت الكابتن جمال طلع القايمه وطلع ترتيبها وما قالش المعايير الترتيب ايه، يعني انت وقال الكابتن عصام هو اللي عمل القايمه. اعتقد انه ما اعتقدش ان الكابتن جمال الغندور بذكائه كلام جهاد كان كده قال ان الكابتن عصام اللي عمل القايمه. لما سال كابتن جمال قال له الكابتن عصام هو اللي عمل القايمه. لا انا بقول كابتن جمال، ما اعتقدش ان كابتن جمال هيسيب القايمه تتعمل. قال له التصنيف ده، قال له التصنيف ده تصنيف ايه؟ قال له تصنيف اللجنه الاخيره قبل ما استلم. طب هو سابه ليه؟ كابتن جمال مستلم لجنه الحكام شهر 8. احنا بنتكلم في 8 9 10 11 12 1 2 7 شهور. الكابتن جمال سايب التصنيف زي ما هو، ما غيروش. امال الناس اللي جايبها الثلاثه اللي جايبهم بيقيموا الحكام اللي بيعملوا افضل حكم السكاوتنج اللي هم بيجيبهم عشان يدوا احمد الغندور افضل حكم. اللي بيعملوا سكاوتنج كل اسبوع في الدوري دول، كل واحد فيهم بياخد مبلغ وقدره. لازمتهم ايه؟ يعني انت طلع لنا قول السكاوتنج بتاع ابراهيم نور الدين انه احسن حكم، وانا هقول لك شابوه. يعني انا وجهه نظري انه احمد غندور من افضل الحكام فعلا في الدوري. يعني احمد غندور بعيد طلعه بره ماتشات الاهلي والزمالك، عامل اداء رائع، مباراه رائعه وحكم هايل. البنا انا وجهه نظري انه البنا رقم واحد دلوقتي. محمود البنا يعني وجهه نظري انه محمود البنا وامين عمر حكم هايل. البنا نفسه اتظلم انه ما راحش كاس امم. بالظبط. طارق مجدي حكم هايل، حكام هايلين. انت يعني الحقيقه انه الاثنين اللي داخلين الخناقه، محمود عاشور حكم هايل، الاثنين اللي داخلين خناقه الحكام، يعني خناقه رقم واحد كابتن جهاد جريشه وكابتن ابراهيم نور الدين، الحقيقه الاثنين بره التصنيف. انا وجهه نظري. بس لو بتتكلم في التصنيف كتصنيف،
كاداره مباريات كابتن جهاد. طبعا كابتن جهاد كان اعلى طبعا، لان حتى اللحظه دي لو تاخد بالك بص على ماتشات دوري الابطال الافريقي هتلاقي فيها امين عمر، جهاد جريشه، محمود البنا. اه بص على ماتشات الكونفدراليه وهنا بقى التصنيف الاقل هتلاقي احمد الغندور، بتلاقي فيه احمد الغندور وابراهيم نور الدين. ايوه يعني انت كاتحاد افريقي حاطط الحكام دول في كاتيجوري ايه ودول في كاتيجوري بي. ايوه انت في مصر قلبها عكسها. اه وجهاد جريشه في شكواه قال ده هياثر على فرص وجودي او وجود حكم مصر في كاس العالم. طبعا طبعا طبعا، لانه انا مش عارف كابتن جمال حسبها ازاي او كابتن عصام حسبها ازاي حسب الكلام اللي انت قلته يا محمد او اللي قاله كابتن جهاد جريشه، ولكن انا وجهه نظري انه التصنيف دلوقتي ككوره او كاللي احنا بنشوفه في مباريات الدوري المحلي ومباريات الحكام المصريين اللي بيحكموا من بره، اعتقد انه محمود البنا، امين عمر، ومعاهم محمود البنا، امين عمر، ويجي بعدهم مثلا ممكن محمد معروف، ومحمد معروف، محمد ومحمود عاشور، ومحمود عاشور. دول انما الحقيقه الاقرب انما الحقيقه انه الكابتن جهاد عنده مشاكل كتير قوي الفتره الاخيره كانت في قرارات في انا الحقيقه ما فيش ماتش قررت اتفرج عليه بحكم الكابتن جهاد الجريشه ما شفتش فيه من ساعه مباراه الوداد والترجي في المغرب، لا وقبلها مباراه المقصه والزمالك ومباراه الاهلي وبيراميدز في الدوري المحلي. الحقيقه لا يعني ما يعني ماتش ما بيعديش كده، لازم ماتش، وبعدين الماتش ما بيعديش خطا مؤثر الا بكارثه، خطا مؤثر يعني يعني مباراه الاهلي وبيراميدز ضربه الجزاء بتاعت حسين يعني الحقيقه ما فيهاش يعني ما فيهاش تلت تلاته كام، وهو اعترف بعد كده قال اصل الحكم ما قاليش يعني انت لو مع فكره ان هو تصنيفه يقل لكن لو هيتصعد مكانه حد ما يكونش مثلا ابراهيم نور الدين موجود دلوقتي، يبقى في انت عندك مسميات ثانيه، عندك البنا وعندك كذا اسم. طبعا انا كل الاسامي اللي قلتها اعلى من ابراهيم نور الدين. طب هو حاليا ما بيحكمش، انا سالت قالوا لي مصاب. مين؟ على جهاد ولا هو موقوف؟ ممكن تكون اصابه سياسيه. لا هو مصاب فعلا، جهاد قال انا مصاب بس يعني ما اعتقدش انه كابتن جمال على الشكوى. اعتقد انه كابتن جمال ما اعتقدش انه هيقف حكم كبير زي جهاد جريشه، ولكن اعتقد انه الفتره اللي جايه هتبقى مش لطيفه بالنسبه لكابتن جهاد جريشه في الدوري المصري. ممكن المشكله دي تتحل؟ كل المشاكل بتتحل، بيبوسوا راس بعض والموضوع بيتحل يعني. انت بتحل الموضوع بكلمتين، انت نفسه حليتك دلوقتي وانت قلته. طيب اوكي. بوس راس اخوك وخلاص يعني. طيب ماشي. نص مشاكلنا الرياضيه بتتحل بعادات العرب. يعني نص مشاكلنا الرياضيه بتلاقي الدنيا مولعه وقنبله. دي ميزه. وتلاقي الناس قعدت وبوسوا راس بعض والموضوع خلص وما تعرفش اصلا طب احنا ليه يا جماعه عملنا المشكله؟ يعني ليه اصلا طب طالما الموضوع سهل قوي كده وبيتحل. ليه عملنا الازمه ما تعرفش. طيب النادي الاهلي كان اعلن طبعا اعاره عمار حمدي، اعاره صلاح محسن، اعاره محمد عبد المنعم، عدد من الاعارات لعدد من اللعيبه عشان يبداوا يشتغلوا الفتره الجايه مع الانديه ممكن تستفيد بيهم بعد نهايه الموسم. كمان كان قبلهم وليد ازارو واعارته للاتفاق السعودي. شايف ملامح هذه الافكار في اطار اعاره عدد من اللعيبه منحهم فرص للعب في اماكن اخرى خلال الفتره اللي جايه؟ طبعا انت عندك يعني عندك استفادات من الاعاره، ان انت محمد شريف وجه ظهر بقوه وممكن تستفيد منه السنه اللي جايه لو انت قررت ترجعه. اعتقد انه يدي الفرصه لعمار وصلاح محسن ان هم يطلعوا اعاره، ده عشان فرص مشاركتهم في الاولمبياد القادمه، لان لو فضلوا على الدكه كده فرص مشاركتهم هتقل ما بيلعبوش. فاعتقد انه انتقالهم في اعراض ده في مصلحه اللعيبه وفي مصلحه النادي، لان فرص مشاركتهم في ظل وجود التشكيله الاساسيه للنادي الاهلي قليله جدا. واعتقد انه الفكره دي انا النهارده جات لي حاجه كده انه منتخب الاولمبي عنده مشكله كبيره جدا. مشكله؟ في ايه؟ كل حراسه الاساسيين ما بيلعبوش. بس ده كان بيحصل قبل البطوله. يعني محمد صبحي مع الزمالك ما بيلعبش، عمر رضوان ما بيلعبش، عمر صلاح ما بيلعبش. الحقيقه انه اعتقد انه حارس مرمى مصر في الاولمبياد هيكون محمود جاد حارس انبي المتالق تماما، لانه الحارس الوحيد اللي في السن ده اللي بيلعب بانتظام ومتالق. هتفتح جزئيه يعني هو محمود جاد ده سنه؟ يعني كنت عايز اقول لك ان اكيد هيبقى في استفاده بوجود الشناوي مثلا في الاولمبياد اللي جايه. لا انا بره الثلاثه، انا بتكلم على انه لو المرحله السنيه دي محمود جاد هو ممكن يشارك، لانه هو الوحيد اللي بيلعب 97 زيه زي اللعيبه الموجوده، هو الوحيد اللي بيلعب ومشارك بصفه اساسيه ومتالق، والحقيقه حارس مميز ومستواه لافت للنظر. انما هل بقى هيستفيد هل ممكن ياخد حارس؟ معتقد انه انت فتحت باب مهم جدا، لانه حارس المرمى ده من اهم المراكز اللي ممكن تبني عليها الماتش فهل كابتن حسام كابتن حسام شغلك شويه كابتن حسام ربنا يوفقه كابتن شوقي هيقدر ياخد حارس مرمى من الثلاثه؟ يعني هو خلينا نقول انه محمد صلاح لو ليفربول وافق او حجز مكان، المكانين التانيين مين؟ الله اعلم.
اعتقد انه ممكن احمد حجازي يكون حاجز مكان، وممكن يكون المكان الثالث الشناوي زي ما انت بتقول. الشناوي طبعا. طيب فكره عمار حمدي هيكون موجود في طلائع الجيش، صلاح محسن في سموحه، محمد عبد المنان في سموحه، ازارو في الاتفاق السعودي، محمد شريف في انبي، هتبقى اعارات مستوى الفني الفتره الجايه تقدر تحكم عليها بعد نهايه الموسم. طبعا طبعا وفيها استفاده كبيره. طبعا فيها استفاده كبيره، لانك انت اللعيب طول ما بيلعب كل ما انت كل ما مستواه بيرجع. طيب فكره المشاركه نفسها بترجع لعيب فورمته. طيب قائمه الاهلي الافريقيه دلوقتي 29 لاعب، قبل يوم الحد الجاي لازم تضيف مكان تاني. انا كنت براهن انه محمد عبد المنعم اللي كلنا خسرنا الرهان. كنت براهن محمد عبد المنعم هو اللي هيتأيد. فما يعني ما مش يعني هو بادج تأيد، كهرباء تأيد، فاضل مكان يعني. طب احنا هو مكان مش لاقيين له حد، تخيل انت بقى لو عندك استبدال كنت هتعمل ايه؟ كنت عملت ايه؟ تخيل بقى. اعتقد انه مش هو في حد في الناس، ممكن يكون كريم نيدفيد. ممكن اه على حسب بقى جهازته الفتره الجايه. اعتقد كريم نيدفيد هو اللي حط في مكان ال 30. طيب اخر جزئيه هتكلم معاك فيها منتخب مصر تاني. انت عندك تصفيات الفتره الجايه وعندك تصنيف وعندك امور مهمه جدا. اولا هل قدرت تعرف معلومه عن برنامج الاعداد لمنتخب مصر الفتره الجايه وانت عندك ماتش كمان شهرين؟ مش شهرين، شهر ونص او شهر ونص. هل قدرت تعرف عندك ماتشين في نهايه 3؟ هل اي تعرف اي حاجه عن منتخب مصر وانت عندك ماتشات مهمه؟ كابتن حسام البدري يعني ملامح المنتخب نفسها، سيبك من الماتشين اللي اتلعبوا، ما تعرفش انت عندك ماتشين مهمين جدا في تصفيات كاس الامم قدام توجو. هم اللي هيظبطوا الشكل في المجموعه، هم اللي هيظبطوا الشكل في المجموعه، وان شاء الله هم اللي هيظبطوا الشكل في الجهاز الفني. فاتمنى انه الموضوع يعدي على خير. يعني ما فيش معلومات على فكره ان ممكن يكون في مباراه وديه، في اتفاق على ايقاف الدوري في التوقيت ده؟ اصل انت بعد 28/2 ما فيش اي ماتشات في الدوري، فممكن يعمل لك مباراه في اول اسبوع في 3 او بعد ماتشات. احنا لعبنا ماتشين ودي ماتشين قبل. اصل انت كده انت مرتبط باجندة، فحتى لو جالك منتخب هيجي لك منتخب زي اللي جالك، فمش هيعمل لك اضافه. وانت بتقعد تجرب في حاجات غريبه كده، وفي الاخر بتيجي تلعب ماتشات وديه بناس تانية. فالحقيقه خلينا نقول انه يعني نتمنى، نتفائل خير، يعني مع ان انا مش متفائل خير خالص. نتفائل خير ان ربنا يكرمنا ونعدي مرحله توجو دي بخير، لان الحقيقه مستوى تفكير المجموعه، انت حاسس ان انت ما فيش رؤيه بتسمع منها خالص حاجه ايجابيه للمرحله الجايه. انت الحاجه المره الوحيده اللي قرر الكابتن حسام البدري يتكلم فيها صدمنا كلنا، فسكت بعد كده. طب ما انت يعني اخرج اتكلم تاني يا كابتن حسام وفك الصدمه اللي انت، يعني المره الوحيده اللي خرج فيها الكابتن حسام البدري بتصريحات الاعلام قال ان الدوري ما بيفرش لعيبه، وسلام عليكم، صدى لك حاله احباط. وبعدين بعد كده اصل في لعيبه لفتت نظر الكابتن حسام البدري، الحقيقه السبعه ولا الثمانيه اللي اتقال اساميهم مفيش واحد فيهم ينفع يعدي قدام باب المنتخب. يعني مع كل الاحترام ليهم، هم لعيبه هايلين ورائعين، ولكن الحقيقه ممكن يعيدوا النظر في المحترفين الفتره الجايه. محترفين احنا عندنا محترفين، يعني انت الاول في المعسكر كان واخد مين؟ واخد صلاح وتريزيجيه وحجازي. ممكن نني ما اعرفش هيكمل بعد كده ولا مش هيكمل، كان موجود بس هيكمل ولا مش هيكمل؟ اعتقد انه هيكمل. كوكا ما بيجيش، ما جاش يعني. كوكا كوكا طول الوقت حظه وحش مع منتخب مصر. حظه وحش؟ طبعا. ولا ممكن مستواه ما بيبقاش كويس مع المنتخب؟ ما هو ده جزء منه، حظه وحش. حظه ده يعني توفيقه. لكن مستواه الفني يسمح بوجوده في المنتخب؟ طبعا، لان كوكا من اللعيبه المحترفين اللي محافظين على مكانهم في المشاركه طول الوقت. يعني في الدوري البرتغالي كان بيلعب صوره اساسيه لما. طب ليه الكيمياء بتاعته مع منتخب مصر مش راكبه؟ مش محظوظ، بدليل ان احنا في لما مروان اتصاب في الجابون تاني يوم كوكا اتصاب. الحقيقه هو مش محظوظ خالص مع المنتخب. طيب ممكن تشوف ورده؟ لا ورده خلاص، لا ما اعتقدش، صعب صعب، استحاله صعب. حتى لو ورده جاهز فنيا، فكره ان قبول المجتمع لوجود عمرو ورده في منتخب مصر تاني اعتقد صعبه جدا. ما فيش مدير فني عنده القدره على مواجهه الراي العام بضم عمرو ورده في المستقبل القريب. حتى لو هو جاهز فنيا. لا ما اعتقدش. طيب مين اللاعب اللي انت شفته في الدوري المصري ممكن يكون اضافه للمنتخب الفتره الجايه؟ نظرك انت بقى. عمرو السلية اعتقد انه في رجب بكار لعيب كويس قوي الباك رايت بتاع بيراميدز. في محمود رزق مدافع
الاتحاد السكندري لعيب كويس قوي. تمام. احمد رفعت بس يعني يظبط شويه يعني يكمل بنفس المسيره. السوليه ثبت بشكل طبعًا كويس مكانه طبعًا وحجز مكانه في التشكيله الاساسيه في المنتخب المفروض. اعتقد السوليه اداؤه ثابت السنه دي وتطور على المستوى الهجومي بشكل رائع. يعني الحقيقه بقى يؤدي دورين, دور الدفاع والهجومي بتطور مذهل, وبيعمل اعتقد انه من اللعيبه اللي عامله اسيست كتير في الاهلي الموسم ده. ده حقيقي. في مش متذكر قوي, لا الدوري بيفرز, الدوري كويس. هيبقى في استفاده باللعيبه المنتخب الاولمبي في التصفيات اللي جايه قبل طوكيو؟ طبعا لازم. يعني في اجنده مارس يعني اكيد هيتم الاستعانه بيه. لو ان شاء الله يعني لو رمضان باذن الله اكتمل شفائه ولعب مباريات في فبراير, هل الكابتن حسام بدري مش هيضم رمضان؟ هيضم رمضان طبعا. هيضم مصطفى محمد ده في مؤكد. في تنسيق مع الكابتن شاو غريب في الجزئيه دي؟ اعتقد اه, لان اكيد المنتخب الاولمبي هيعمل معسكر في الفتره طبعا بس اعتقد انه رمضان هينضم, مصطفى محمد هينضم, ممكن عبد الرحمن مجدي لاعب الاسماعيلي هينضم, لاعب كويس قوي. ممكن حد من المدافعين, اسامه جلال او حد من المدافعين, كريم العراقي لعيب باكرات هايل, او الفتوح, لا في مجموعه هايله في المنتخب. من حسن حظ المنتخب ان تصفيات كاس العالم اتاجلت لاكتوبر اللي جاي. احنا هو من حسن حظنا كلنا, ما احنا والمنتخب والجهاز واحد حقيقه. يعني الجهاز ربنا يعني ان شاء الله بس يعدي توجو. يعني انت حاسس ان في مشاكل جوه في طريقه العمل او في طريقه الاداء ممكن تكون مؤثره على الملعب او على المنتخب نفسه؟ طبعا طبعا. انت اما بص, انا يعني الجهاز ده فيهم ناس وانا يعني قريبين مني جدا, ولكن لما الكابتن حسام البدري يقعد في بروتوكول في القعده. يعني في ما ينفعش يبقى المدير الفني قاعد وجنبه احمد ايوب وطارق مصطفى, هو الاثنين مدربين عام, بس المفروض ان انا اعتقد ان طارق مصطفى اقدم شويه من في اعلان التشكيل ما تحددش وجنبه الناحيه الثانيه كابتن ايمن طاهر. طب ما تقعد والاثنين مدربين على واحد على يمينك وواحد على شمالك, انت مش عايز تزعل حد. فالفكره اصل في النهايه المدير الفني هو اللي بيحدد فكره. وبعدين فكره انه ما فيش مشاكل مع طارق مصطفى, ما فيش مشاكل مع طارق مصطفى, والناس كلها عارفه ان في مشاكل مع طارق مصطفى. من كابتن طارق من المدربين الهايلين, المدربين المحترمين. يعني ما يا جماعه انت يا كابتن حسام اتفرض عليك فلان, اخرج قول اتفرض عليا فلان وانا مش عايزه, بس منتهى البساطه. انما طالما قبلت تشتغل بالجهاز ده فلازم تكمل للاخر. انما انت طول الوقت اصل انا حاطط, هو يعني انا حاطط في عقدي انه لو حد ضايقني في الجهاز همشيه. طب يا كابتن حسام لو حد ضايقك في الجهاز, ما هو انت اللي جايب الجهاز. يعني لو حد قال لي, لو قلت لحد صباح الخير ورد عليا بصباح النور وهو مكشر, اقول لا يمشي. مش كوره يعني, مش كوره. لازم يبقى فيه. وبعدين لحد فاكر, لو تفتكر لحد فتره قريبه جدا كابتن حسام ما كانش بيحضر الماتشات. انت لما طلعت اتكلمت لما اتكلمنا الماتش اللي بعده حضر. حضر وبقى كاتب خبر رسمي كل شويه على الموقع الرسمي. طيب. لو في مباراه حاضرها. طب يعني طب ليه؟ يعني هو لازم نقول ان كابتن حسام ما بيحضرش عشان انت تحضر؟ الحقيقه لا, في دربكه اتمنى انه يعديها. والحقيقه احنا اتمنى ان الكابتن حسام ينجح ويكسر الدنيا ويروح منتخب بلدنا بالظبط, ويروح كاس الامم وياخد ويوصل يتأهل لتصفيات كاس العالم. معرفش هو هل هيوصل انه يلعب تصفيات كاس العالم ولا لا. اعتقد مش هيوصل لها. انما ربنا يكرمه ويعدي ماتشين توجو ويلعب ماتشات اغسطس اللي جاي ويتاهل, وبعد كده لما يسيب المنتخب يبقى سابه بانجاز. يعني انه وصل مصر كاس الامم. اتمنى انه ينجح. ما فيش حد في الدنيا يتمنى المنتخب بلده انه يحصل له مشكله, ولكن ادينا اماره يا كابتن حسام على ان انت قد المسؤوليه دي. اسم منتخب مصر اسمه مش قليل. واحنا عندنا كارثه في كاس الامم, اعتقد الناس مش هتتحمل تاني ان يحصل لها نفس الدروب. اكيد. وبعدين خارجين من كارثتين, تعادل مع جزر القمر كينيا. وكينيا الحقيقه تعادل, يعني انت ماتش كينيا بتلعب على ارضك هنا في برج العرب, بتتعادل وانت اصلا تستحق تخسر. وبعدين حاجه بص, عشان بص تعرف انه مش تنسيق خالص. كابتن حسام اعترض ان مباراه مصر وكينيا اتحددت في نفس توقيت مباراه مصر, كانت بتلعب مباراه مصر تقريبا سيمي فاينل او سيمي فاينل بطوله 23 سنه. كان عندنا ماتش 23 سنه في نفس التوقيت, المنتخب لعب 6 ومنتخب الاولمبي لعب 9. مظبوط. طب يا كابتن حسام, قرعه ال اندر 23 معموله قبل ما حضرتك تيجي مدير فني. اما حضرتك جيت مدير فني انت اللي بتحدد الكاف, بيديك مواعيد
فليكسبل مفتوح يعني انت تختار من لكذا. فانت انت اللي كنت ليه اخترت في نفس اليوم واحنا اللي اخترنا لك. انا اللي قلت لك العب يوم ماتش المنتخب فمحدش جالك يعني. انا اللي قلت لك هو شايف ان التوقيت ده ما كانش مناسب لاقامه المباراه واثر على الفريق على ما كانش شغال الجميع كله بمباراه منتخب الاولمبي لانه كان في الملعب فعلا ما كان فيه 35 متفرج مظبوط. فالحقيقه انت وانا اللي اخترت. كنت اتكلم بقى عن التحذير كمان. هو انا اللي اخترت حضرتك اللي اخترت. كان عندك تلعب خميس او جمعه او سبت. انت شايف ان كل دي مؤشرات هي اللي وصلت لك للحاله اللي انت شايفها دلوقتي؟ طبعا طبعا حضرتك كنت ممكن تختار الخميس لانك ما عندكش محترفين اصلا. انت ليه بتختار اخر يوم في الاجنده في الجوله الاولانيه عشان تلعبه او بتختار يوم متاخر عشان يكون المحترفين جولك وبداوا يدخلوا مساحه وقت كامله. انما انت حجازي بس اللي كان بيلعب وصلاح ما كانش موجود. وكوكا اعتذر والنني كان على الدكه. فايه بقى يعني ايه المده الزمنيه ما استفدتش بيها؟ انت وليم معاك كان معاك بقى لهم شهر. لا بشهر مش انا اللي قلت لك يعني مش انا اللي حددت لك ميعاد الماتش. انت اللي حضرتك اللي حددت. انت اللي قلت العب في التوقيت ده. فتيجي بتعترض بعد كده وبعدين تيجي تقول انا عايز انا الايقاف الطويل للدوري ما فادنيش. طب يا عم خلاص الدوري بيتلعب. لا انا عايز اوقف الدوري. يعني نتمنى له التوفيق يا رب يا رب باذن الله واللي جاي يكون استفاده من اي اخطاء حتى حصلت في الفتره السابقه. اختم معاك بجزئيه مهمه جدا. اتفضل اختم. فرع الاقصر والنادي الاهلي اصبح موجود في الصعيد والتعاون المشترك ما بين اداره النادي الاهلي مع شركه استادات القبضه في مساله وحده اقتصاديه حتى 2045 رؤيه لعدد من المشروعات الفتره اللي جايه. شايف ده تاثيره ازاي على المجتمع بشكل عام؟ لان انت هنا مش بتتكلم على مستوى الرياضه والاستثماري بس، انت بتتكلم كمان على المستوى المجتمعي والتعامل المباشر مع افراد المجتمع من خلال مؤسسه رياضيه زي النادي الاهلي. بص فكره ان النادي الاهلي موجود في الاقصر دي حاجه فكرة عبقريه جدا وقويه جدا. والحقيقه اتمنى انه نستفيد بقى رياضيا من وجود الاهلي في الاقصر. ليه؟ لان كل منطقه يعني كل محافظه في مصر بتتميز بحاجه معينه. يعني مثلا طول الوقت هنلاقي ابطال المصارعه والملاكمه طالعين من اسكندريه حقيقي. ابطال الجري هتلاقيهم جايين من ناحيه الصعيد. فاستفيد حط في اهلي الاقصر ده العاب اولمبيه وابدا من اعمل مدارس لاكتشاف الناشئين مش الناشئين بقى اللي هم البراءة الاولاد الصغيرين قوي من سن 3 و4 سنين و5 سنين وابدا اعمل شوف الصعيد نفسه ايه اللي بيتميز بيه. عندهم القدره على التحمل والصبر وبتاع فممكن تستخدمهم في العاب القوه. اعتقد انه ممكن بعد 20 سنه يعني يدينا وديك طول العمر انه اهلي الاقصر ده يقدم ابطال اولمبيين لمصر في العاب القوه اللي هي لم تتحقق. عشان كده انت لما رحت هناك رحت في جميع المستويات. بتتكلم على نشاط رياضي بالزبط. من خلال نشاطك بقى طبعا انت اما ابقى انا عايش في الاقصر كده واكاديميات بالظبط ابقى وطبعا هيبقى في اكتشاف لانه الصعيد فيه كنوز طبعاً. يعني لعيبه الكوره هناك هتلاقي مش عارفين يجوا هنا فانت مش عارفين يجوا هنا المسافه فانت عايز تعمل اختبارات. يعني انت لو عملت اختبارات هتلم اسوان وهتلم الاقصر وهتلم هنا وهتلم سوهاج وهتلم اسيوط كل ده قريب من الاريا دي. فهتبقى وكانك حطيت مستودع للمواهب في الصعيد هتلم فيه كل المواهب وبعدين تبدا تفرغ منه لكل واجتماعيا بقى واجتماعيا طبعا انت الاهلي مستوى الاسري طبعا الاسري ان انا هبقى وانا عايش في الاسره انا قاعده في النادي الاهلي فدي حاجه بالنسبه لي ماسكه النادي الاهلي كده عضويه عامله تبقى حاجه لطيفه جدا يعني. عنوان وحده الاهلي اقتصاديه رؤيه حتى عام 2045. العنوان ده انا كل ما باجي اقراه بحس ان انا بقرا مشروع استثماري مشروع اقتصادي لمؤسسه رياضيه مع مؤسسه كبيره زي شركه استادات القبضه للمرحله اللي جايه. اتمنى انه هو لسه الموضوع يعني ما طلعش للنور قوي. بدات هي بدايته كانت النادي الاهلي الاهلي الاقصر طبعا الاهلي انا على حد علمي كلهم في حينه انه كلهم في حينه ولكن اتمنى انه كنت هتقول حاجه على حسب ايه؟ على حسب معلوماتي انه على بعد مباراه السوبر في حاجات هتم اعلانها برضو في الموضوع ده. اتمنى انه باخد بالك على مين؟ لحقت نفسي لحقت نفسك ماشي. الاهلي هيفيد الاهلي على المستوى الاقتصادي لان الرياضه بقت اقتصاد يا محمد.
لو انت ما عندكش اقتصاد قوي مش هتبقى مؤسسه رياضيه كبيره. أكيد. والاهلي طول الوقت سابق في الموضوع ده بمراحل، يعني انت عندك قناه من 2009 2008 في 2008 كمان هتضرب سنه 2008 هتتكلم في تاريخ 12 سنه طبعا، فالحاجه مشرفه يعني. اكيد ابو حميد ده انا اتشرفت بالحوار معاك. وانا محمد مشكرة. والله سعيد ومبسوط جدا اني قاعد معاك، والحقيقه بتكلم براحتي وما يعني في اي موضوع تحب تتكلم فيه تختم بيه ولا احنا قفلنا كل الملفات؟ الحمد لله تمام. وتاني بوجه تعازي لاسره الحاج عماد محروس، لانه يعني انا مش عارف احضر مباراه السوبر ازاي وهو مش موجود فيها، ويعني ربنا يكون في عوننا يعني. كلنا افتقدنا شخصيه عظيمه. صحيح. وشخصيه صحيح. كبيره واهلاوي بيحب النادي الاهلي من قلبه. ودي ميزه جمهور النادي الاهلي. يعني ميزه جمهور الاهلي دايما كده بيحب النادي الاهلي. صحيح. يسيب وقته ويسيب شغله. صحيح. وماله وحياته وكل حاجه عشان صحيح. الاهلي. صحيح. هم جزء مننا واحنا جزء منهم طبعا. فيعني ربنا يرحم الفقيد العظيم، وان شاء الله لعيبه النادي الاهلي السنه دي يقدروا ياخدوا دوري ابطال افريقيا، وتبقى بطوله يقدموها هديه للمهندس عماد، للمهندس للحاج عماد. انا بحب كنت اقول لحاج عماد. وعم حسين. وعم حسين طبعا. وعم امبابي. وعم امبابي. كل الرموز اللي كانوا في الاهلي. صحيح. الله يرحمهم جميعا، وان شاء الله الاهلي يكون السنه دي موفق في اكتر من بطوله عشان نهدي هذه البطولات ان شاء الله لارواحهم، لان جمهور النادي الاهلي هو الحامي والحمى لكيان النادي الاهلي وسر انتصارات النادي الاهلي. صحيح. بشكرك يا ابو حميد، وان شاء الله نلتقي على خير الثلاث الجاي باذن الله. ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا جزيلا. فقره كانت مهمه جدا مع الاستاذ احمد عويسه الناقد الرياضي والكاتب الصحفي. قدر الإمكان حاولنا نتكلم مع كل الجماهير وكل متابعينا في كل الملفات المطروحة حاليا على الساحة الرياضية، مباراة الهلال والأهلي، مباراة السوبر الأهلي والزمالك، الدوري العام، المنتخب، كل التفاصيل المتعلقة بالمرحلة الجاية قدر الإمكان حاولنا نلقي الضوء عليها ونشوف التفاصيل اللي ممكن تفيد المشاهد عشان في الآخر يطلع بمعلومة حقيقية ومعلومة صادقة. وفي النهاية إن شاء الله نتمنى التوفيق إن شاء الله للنادي الأهلي في مباراة الهلال السوداني. بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة، وإن شاء الله ألتقي بكم في حلقات أخرى قادمة من برنامج الأهلي الليلة. شكرا وإلى اللقاء.